السلام عليكم. إذا الدرس اللي غنهتمو به اليوم هو درس ديال السنة الثانية إعدادي. السلام عليكم. إذا الدرس اللي غنهتمو به اليوم هو درس ديال السنة الثانية إعدادي باسم تناسبية أي لا بروبورسيوناليتي. إذا هذا الدرس هو الدرس في الكتاب ديالنا رقم 15 صفحة 230. أول حاجة غادي نتحدثوا عليها هي situation de proportionnalité أي وضعية تناسبية. On a une définition qui dit une situation est dite de proportionnalité lorsque deux grandeurs, deux séries de nombres sont reliées par un même coefficient multiplicateur appelé coefficient de proportionnalité. أي نقول أن لدينا وضعية تناسبية عندما يكون لدينا جدول حيث أنه إذا ضربنا أعداد السطر الأول في نفس العدد نحصل على أعداد السطر الثاني، والعدد اللي كنضربو فيه كنسميه معامل تناسب. عندنا أن تابلو دو بروبورسيوناليتي. أن تابلو دو بروبورسيوناليتي إت أن تابلو أ دو ليني دون لوكيل أون أوبتيان لي نومبر دو ليني أن ملتيبليان ceux de l'autre ligne par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. أي نقول أن جدول يحقق وضعية تناسبية عندما نضرب أعداد سطر الأول في نفس العدد للحصول على أعداد سطر الثاني. نشوف واحد المثال. Les coefficients de proportionnalité de la première ligne vers la deuxième sont. عندنا أنا باش ندوز من السطر الأول للسطر الثاني، هذا عندنا جدول ديال التناسبية، شنو غندير؟ باش كنعرفو شنو هو معامل التناسب كندير 3 على 5، 12 على 20، و 5 على 20، 5 على 25، 15 على 25. إذا 3 على 5 هي هذه، 12 على 20، 15 على 25. حنا هادو بثلاثة كيعطيونا 3 على 5، 12 على 20 هي 3 على 5، 15 على 25 هي 3 على 5. إذا أنا عندي هاد الجدول هو جدول تناسبية حيتاش عندنا الخارج كلهم الخوارج متساويين. إن أنا باش ندوز من هاد السطر لهاد السطر شنو كندير؟ باش كندوز من 5 ل 3 كنضرب 3 على 5، باش ندوز من 20 ل 12 كنضرب 3 على 5، باش ندوز من 25 ل 15 كنضرب 3 على 5. إذا كما قلنا دابا عندنا لا ميثود بوغ سافوار سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي اون كالكول لي كوسيون لو نومبر دو با سور لو نومبر دو هو باغ اكزومبل. Par exemple, si on trouve toujours le même nombre, alors nous avons un tableau de proportionnalité et le nombre obtenu et, les coefficients, et le coefficient de proportionnalité. Comme je l'ai dit, quand nous avons le nombre de la première et le nombre de la première, et nous avons le nombre de la première, nous avons le nombre de la première, et nous avons le nombre de la première, et nous avons le nombre de la première, معامل تناسب، وإلا ما خرجناش بحال بحال راه ماشي جدول ديال التناسبية. عندنا لي برودوي اون كوا دون ان طابلو دو بروبورسيوناليتي ا 4 كاس اي كونتر لي برودوي ا فوا دي اي سي فوا دي سون ابلي لي برودوي اون كوا. اذا ملي كيكون عندي واحد الجدول ديال التناسبية فيه 4 ديال الاعداد كتكون عندي واحد ليغاليتي اي واحد التساوي. ملي كندير الضرب ديال الاقطار هكا كندير ا في دي و سي في بي كيكون عندي ا في دي كتساوي سي في بي. اذا الا كان عندنا جدول ديال التناسبيه كما بغا يكون، ملي كندير الجداء ديال الاقطار الا لقيت الجداء ديال الاقطار كاملين متساويين فهاد الطابلو ديالنا هو جدول ديال التناسبيه. غادي ندوزو دابا الكاتريام بروبورسيونيل اي الرابع المتناسب. Lorsque l'on a un tableau de proportionnalité à 4 cases où seulement 3 valeurs sont connues, la valeur manquante est appelée la quatrième proportionnelle. Et quand on a un tableau de proportionnalité, on a 3 valeurs de la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle, on a la quatrième proportionnelle. On a la règle de 3 et la brina. باش نلقاو هذاك العدد الرابع اللي ما عارفينش. مثلا انا عندي هنايا عندي 5 ديال الخبزات،
شريتهم ب 4.25 درهم. بغيت نعرف الا كان عندي، بغيت نشري 3 د الخبزات بشحال غنشريهم. اذا كندير 5 في اكس كتساوي 3 فاصله، كتساوي 3 مضروبه في 4.25. اذا اكس هي 4.25 في 3 على 5 هي 2.55 درهم. اذا الا بغيت نشري 3 د الخبزات خصني 2.55 درهم. غادي ندوزو لا فونكسيون لينيير. لا فونكسيون لينيير هي الداله الخطيه. عندنا une définition qui dit soit a un nombre fixé en associant à chaque nombre x le nombre ax, on définit une relation linéaire ou une fonction linéaire de coefficient a. On notera f cette fonction linéaire et le nombre ax appelé image de x est noté f de x égale à x. Il y a un عدد العدد العلاقة التي تربط العدد x بالعدد ax تسمى دالة خطية. معاملها هو a والعدد ax يسمى الصورة. صورة x بالدالة الخطية التي نرمز لها بالرمز f ونكتب f دو x تساوي ax. عندنا واحد لا رمارك، لا فونكسيون لينيير تخادوي اون سيتواسيون دو بروبورسيوناليتي اي لو نومبر a اي ابلي لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي، اي ان الدالة الخطية هي تعبر عن وضعية التناسبية والعدد a ديالنا اللي قلنا هو معامل التناسبية. غنشوفوا واحد المثال هنا. عندنا سوا اف لا فونكسيون لينيير دو كوفيسيون 3، اي عندنا واحد الداله الخطيه المعامل ديالها هو 3، اي كنكتبو اف دو اكس كتساوي 3 اكس. انا بغيت نحسب الصوره ديال صفر، اذا اف دو صفر هي 3 في صفر، كنجي هنايا كان عندي هنا اكس ديالي هو صفر كنعوض هنا بصفر. ليماج دو 2 اف دو 2، اذا هنا جوج هنا جوج، 3 في جوج كتساوي 6. ليماج دو موان 3 اف دو موان 3، 3 في ناقص 3 هي 9. قلنا هنايا الداله الخطيه كتعبر عن وضعيه التناسبيه، اذا هاد الحسابات اللي درنا يمكننا نكتبوهم في واحد الجدول ديال التناسبيه. ملي كتكون عندي اكس كنلقى الصوره ديالها ب اف هي اف دو اكس، حسبنا صوره الصفر هي صفر، صوره جوج هي 6، صوره ناقص 3 هي ناقص 9، وعندنا معامل التناسبيه هي 3، هو المعامل ديالنا 3. اذا من هنا لهنايا ضربت الصفر تعطيني صفر، من جوج باش ندوز لستة كنضرب في ثلاثة، من ناقص ثلاثة باش ندوز ناقص تسعة كنضرب في ثلاثة. إذا غادي نمرو لا غوبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون لينيير أي تمثيل مبياني للدالة الخطية. لا غوبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون لينيير إف إي لونسومبل دو تو لي بوان دو كوردوني إكس إف دو إكس. إذا تمثيل مبياني للدالة الخطية هو مجموع النقاط اللي إحداثياتها إكس إف دو إكس. Ou qui est la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère. Et elle est un petit limite bien de l'artia ou un moussakim yamorom in aslam elam o. Et pour construire cette droite, il suffit de connaître un point différent de l'origine. Ou bien nous sommes à la moussakim à l'équipe de l'artia, ce n'est qu'on a fait une nocta. Li m'khtalfa à la. الاصل ديال المعلم ديالنا، لانني انا بغيت نرسم مستقيم خصني جوج ديال النقاط، وانا ديجا كنعرف بان هذا المستقيم ديالي اللي كيعبر على الداله الخطيه كيمر من اصل المعلم، ها هي عندي النقطه الاولى، اذا خصني غير نقطه واحده اخرى. اذا مثلا هنايا حنا كنعرفوا بان المحيط ديال مربع متناسب مع القياس ديال الضلع ديالو، لان عندنا الا كان عندنا المحيط ديال المربع هو بي والقياس ديال الضلع ديالو هو سي، عندنا بي كتساوي 4 سي. اذا غنعبروا على هاد الوضعيه هذه على شكل داله خطيه. اف دو اكس ديالي هي تساوي 4 اكس. اذا باش نرسم لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد الداله الخطيه شنو عندي؟ عارفين المستقيم كيمر من اصل المعلم، بعدا غندير واحد المعلم انه معلم متعامد في المستوى، وبغيت نرسم هاد المستقيم هذا اللي كيمثل الداله الخطيه اف دو اكس كتساوي 4 اكس. عارفين كي نقطه واحده هي اصل المعلم، وغنشوفوا نقطه واحده اخرى. النقطه الثانيه غنحسب اي حاجه، غناخد اكس ديالي كما بغيت، ما غناخدهاش صفر حيت الا درت اف دو صفر غتعطيني صفر اللي هو اصل المعلم. حنا ديجا عندنا ديك النقطه، خصنا نقطه مختلفه عليها. اذا غنحسب اف دو 1 اف دو 2 اف دو 3، المهم حنا سهل لينا نحسبوا اف دو 1. اذا غنجي هنا غنحسب اف دو 1 كتساوي 4 في 1، اذا هي 4. اذا غنمشي هنا وغنرسم النقطه اللي الاحداثيات ديالها 1 و 4، وعندنا المستقيم اللي كيمر من اصل المعلم، هاد النقطه هو تمثيل المبياني ديالنا ديال هاد الداله الخطيه. غنشوفوا واحد الامثله، هاد المثال هذا مثلا واش غنشوفوا واش كيعبر على وضعيه التناسبيه. حنا عندنا هاد المستقيم هذا فيه النقاط
مستقيميه وكتمر من الاصل المعلم. اذا هادي عندنا واش دار لا خطيه ولا ماشي دار لا خطيه. دار لا خطيه حيت قلنا دار لا خطيه تمشي الميدياني ديالها شنو هو؟ هو واحد المستقيم كيمر من اصل المعلم. اذا انا عندي هنايا مستقيم كيمر من اصل المعلم وعندي معامل تناسب 1.25. غادي نشوفوا هاد المثال. انا عندي هنا مستقيم ولكن ما كيمرش من اصل المعلم، اذا ماشي دار لا خطيه. وهنايا عندي ماشي مستقيم، اذا ماشي دار لا خطيه. اذا غادي نمروا لي سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي، اي وضعيه تناسبيه. اول وضعيه عندنا هي لي بورسونتاج. غادي نشوفوا هذا المثال. مثلا انا عندي لو بري دون كالكولاتريس كي كوتي 40 درهم اوغمونت دو 12.5%. Pour connaître son nouveau prix, on calcule le montant de l'augmentation. 40 fois 12,5 sur 100 est égal à 5. Or, 40 plus 5 est égal à 45. Donc, le nouveau prix cherché est 45. On a une boîte calculatrice. Thamen de la warbin dirham. Thamen de la hête de plan chasse à la chamsa. Brit n'arrive pas à le thamen jdid dirham. Et d'un an, je vais faire un thamen jdid dirham. Et d'un an, je vais faire un thamen jdid dirham. كندير 40 في 12.5 على 100 وكتعطيني 5 دراهم، وكنزيدها على 40 ديالي كتعطيني 45. اذا 45 هو الثمن الجديد. غادي نمروا للسلم. شنو هو ليشيل؟ ليشيل دان بلان اي لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي اونتر لي ديستانس سور لو بلان اي لي ديستانس ريال اكسبريمي افيك لا ميم يونيتي. كنديروا لا ديستانس سور لو بلان على لا ديستانس ريال. اي السلم هو معامل تناسب بين القياسات الحقيقية لشيء والقياسات على تصميم أو خريطة لهذا الشيء معبر عليها بنفس الوحدة. كنديرو فيها القياس على التصميم على القياس الحقيقي. إذا عندنا سلم ليس له وحدة، حيتاش كنديرو القياس على التصميم على القياس الحقيقي وكنديرو عندهم نفس الوحدة كيمشيو مع بعضياتهم. وملي كندوزو من الاشياء الكبيره للاشياء الصغيره كيكون السلم ديالنا معبر عليه بواحد العدد اللي صغر من واحد. وملي كندوزو من الاشياء الصغيره للاشياء الكبيره كيكون السلم ديالنا اكبر من واحد. اذا غادي نمروا للموفمون يونيفورم لا فيتيس مويان، اي الحركه المنتظمه والسرعه المتوسطه. لو موفمون دا موبيل سورا دي يونيفورم سي لا دوريتي du parcours est proportionnel à la distance déparcourue. Dans ce cas, le coefficient de proportionnalité V est appelé vitesse moyenne du mobile. Si D est en kilomètres et T en heure, alors V est en kilomètres par heure. Le deuxième, شنو هو الحركة المنتظمة؟ يكون الجسم في حركة منتظمة إذا كانت المسافات التي يقطعها متناسبة مع المدد الزمنية الموافقة لها. كنقولوا مثلا سيارة في حركة منتظمة. ولو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي اي معامل تناسب ديالنا في هو السرعة المتوسطة. لا فيتيس موين دان موفمون اي لو كوسون دو لا ديستانس باركورو بار لا دوري دو موفمون. Si D est la distance parcourue, V la vitesse et T la durée du parcours, alors V est égal à D sur T. Et la sur la متوسطة هي خارج المسافة المقطوعة على المدة الزمنية ديالنا. إذا السرعة اللي هي V كتساوي المسافة المقطوعة D على المدة الزمنية اللي قطعت فيها هذه المسافة. نشوفوا واحد المثال. عندنا واحد la distance parcourue par un train et la durée du parcours. Et on a noté les résultats dans le tableau ci-contre. Qu'est-ce que nous avons fait? Dina, une distance qui est coupée en train. La distance qui est coupée et la durée qui est coupée. Par exemple, elle est coupée 140 km, elle est coupée en 1 heure, 120 km, elle est coupée en 1 heure et demie, 180 km, elle est coupée en 2 heures. Donc, nous allons voir ce que j'ai ici. حركه منتظمه. هاد الجدول ديالي غنشوف واش عندي جدول متناسب. اذا غادي ندير 140 على 1، 210 على 1.5 و 280 على 2. هما كاملين هاد الخارج غيخرج ليا 140. اذا هذا جدول متناسب. اذا عندنا نقول ان لو تران ديالنا في حركه منتظمه. والسرعه ديال التران كما قلنا كنديروا في هي دي سور تي. اذا كنديروا دي سور تي في هاد الحاله غتخرج لنا 140 كيلومتر في الساعة، 140 كيلومتر بار أور.
وهاد العلاقه هذه ديال في كتساوي دي سور تي، يمكن لي نستعملها الا بغيت نحسب في، هي عندنا في دي سور تي. الا بغيت نحسب دي، دي ديالي هي في فوا تي، ولا بغيت نحسب تي كطلع تي هنا وكتهبط في هنا كتجينا تي هي دي سور في. اذا غادي نمروا لي ميثود تكنيك. لو بروميير اكزرسيس اون فا كالكولي اون كاتريام بروبورسيونيل. On considère le tableau de proportionnalité ci-contre. Calculer x, il y a 33, 121, 12 x, brit x. Le rabi fois x, c'est 121 fois 12. Il x diali, il 1452, 33, 33, x diali, il y a 42. وكنحسب العدد اللي ما عنديش القيمه ديالو. غادي نمروا للتمرين الثاني. ريبريزونتي غرافيكمون اون سيتوياسيون دو بروبورسيوناليتي، اي غادي نمثلو مبيانيا وضعيه تناسبيه. اون بيجوتري لو ميتال ابلي بلاتين اي ان فيت ان الياج دو بلاتين اي دو بالاديوم. لا ماس دالياج اوبتينو اي لا ماس دو بالاديوم يوتيليزي سون بروبورسيونيل. اون سي كيل فو 1,25 غرام دو بالاديوم بور فير 25 غرام دالياج. Représente graphiquement la masse d'alliage en fonction de la masse de palladium. Je vais vous dire que nous avons des bijoux qui sont en train de se faire. Nous avons des bijoux qui sont en train de se faire. Nous avons des bijoux qui sont en train de se faire. Nous avons des bijoux qui sont en train de se faire. Nous avons des bijoux qui sont en train de se faire. Nous avons des bijoux qui sont en train de se faire. Nous avons des bijoux qui sont en train de se faire. L'abscisse ou les ordonnées ديالنا محور الافقي ديالنا والمحور العمودي غنشوفوا شنو غادي نديروا. واش غنحطوا لا ماس ديال البالاديوم ولا لا ماس دالياج؟ حنا شنو غادي نديروا؟ غادي نجيو لهنا غادي نحطوا لا ماس ديال البالاديوم ديالنا اون غرام، وهنا غنحطوا لا ماس دالياج ديالنا. حيتاش حنا شنو باغين؟ باغين نعبروا على لاماس ديال لالياج بدلالات لاماس ديال البالاديوم. دونك اذا هذيك اللي باغين نعبروا عليها بدلالات الاخرى، لالياج كيكون هنا اللي هو بغينا نعبروا عليه بدلالات البالاديوم. اذا البالاديوم هنا ولا لالياج هنا، غادي نرسموا المعلم ديالنا وغادي نديروا القيم ديالنا. حنا شنو عارفين؟ عارفين واحد القيمه 1.25 كتعطينا 25، وقلنا ملي كنمثلو كيكون عندنا واحد المستقيم كيمر من اصل المعلم. اذا خصنا نقطه وغير نقطه واحده اخرى، عارفين هذه النقطه هذه والنقطه الاخرى، غنرسموها هي 1.25 و25، وغنرسموا المستقيم ديالنا كيمر من اصل المعلم والنقطه اللي احداثياتها 1.25 و25. غادي نمروا لاخر تمرين وغادي نهضروا فيه على الداله الخطيه. اذا الى انا عندي اون فونكسيون لينيير ديفيني بار اف دو اكس تيغالا اكس، اي داله خطيه f de x تساوي ax، بغينا نعرفو شنو هو لو كوفيسيون الا كان عندنا f de 2 كتساوي ناقص 4. اذا لنا في هذه الحاله f de 2 كتساوي ناقص 4، عندنا f de 2 هنايا شنو علاش كتكتب؟ كتكتب على شكل ax، و x ديالي هنا هي 2، اذا a فوا 2 كتساوي ناقص 4. اذا a هي ناقص 4 على 2 هي ناقص 2. اذا المعامل ديالنا ديال الداله الخطيه هو 2. من بعد قالوا لنا دير اسكو لي point suivant appartient à la représentation graphique de la fonction f ou non. واش هاد النقط هادي A ou B ou C، ودي كتنتمي للتمثيل المبياني ديال الداله الخطيه ديالنا. باش نعرفوا واش واحد النقطه كتنتمي ولا ما كتنتميش، انا عندي الاحداثيات ديال هنا x، شنو كتكون عندي؟ كتكون عندي f دو x كتساوي ax، كتكون عندي هنا x وهنا ax، هادي x هادي ax، هادي x هادي ax، هادي x هادي ax. اذا غادي نحسب f دو x ديالي وغنشوف واش غتخرج لي هي ax. اذا غنحسب f دو صفر هي صفر. اذا النقطه ا كتنسامي لهاد التمثيل المبياني ديال الداله الخطيه ديالنا. بالنسبه لناقص 3، ملي غنحسب اف 2 ناقص 3 هي ناقص 2 في ناقص 3 غتعطيني 6، اذا ناقص 3 6، اذا بي كتنسامي. اف 2 1 عندي موان 2 فوا 1 موان 2، اذا عندي 1 2 ما عنديش ناقص 2، اذا ما كتنساميش. اف 2 35 هي ناقص 2 في 35 هي ناقص 70، هنا دي عندي 35 ناقص 60، اذا ماشي ناقص 70. اذا النقط ا و بي كتنسامي، والنقط سي و دي لا تنسامي الى التمثيل المبياني للداله الخطيه اف.